السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي ومع أحدث أجهزة شركة أوبو في السوق السعودي. طرحت أكثر من جهاز، اليوم معايا الجهاز الفلاكشيب، الجهاز الأغلى بينهم والأفضل بكل تأكيد من ناحية المواصفات، وهو أوبو رينو 7 برو 5G. فخلينا نشوف في هذا الفيديو أهم المواصفات والمميزات ورابط الشراء. لو أنت مهتم باقتناء هذا الجهاز بيكون بصندوق الوصف أسفل الفيديو، فبلاش أطول عليكم، خلينا نبدأ الفيديو مع بعض. خلونا نبدأ معاكم بمحتويات العلبة. بكل تأكيد يأتينا الجهاز واللي بنتعرف عليه لاحقا، كذلك كفر حماية، دبوس درجة شريحتين، كيبل الشحن تايب سي بالإضافة إلى شاحن، وأخيرا دليل البدء السريع. يأتي جهاز أوبو رينو 7 برو 5G بلونين، هم الأزرق زي اللي معايا اليوم، كذلك اللون الأسود. أما بالنسبة للتصميم فيأتي الجهاز بوزن 180 جرام تقريبا وبنحافة 7.45 مليمتر، ويأتي من الجانب الأيمن زر التشغيل والإيقاف، ومن الجانب الأيسر زر رفع وخفض الصوت، ومن الأسفل درجة شريحتين 5G بالإضافة إلى منفذ الشحن تايب سي. خلفية الجهاز يا أخوان جميلة جدا، فمن ناحية التصميم صراحة تصميم حكاية، سواء كان اللون الأسود أو حتى اللون الأزرق زي اللي معايا اليوم، وما يبين عليها أي بصمة من بصمات الأصبع. وحول الكاميرا في حركة جدا لطيفة، وهي عبارة عن إضاءة جميلة تعمل مع الإشعارات أو المكالمات الواردة. يتميز الجهاز بشاشة أموليد بمقاس 6.5 بوصة وبدقة 2400x1080 بكسل، وتدعم 16.7 مليون لون، ونسبة سطوع 500 شمعة، وتصل إلى 920 شمعة عند عرض محتوى داعم لل HDR أو HDR 10+، وحاصل بكل تأكيد على شهادة من أمازون برايم فيديو، كذلك النتفليكس. لو نلاحظ تصميم الشاشة والإطار بالحواف نحيف جدا، تقريبا 1.55 مليمتر، فتستحوذ هذه الشاشة على 92.8% من الواجهة الأمامية للجهاز. هذه الشاشة أيضا مغطاة بطبقة حماية كورنينج غوريلا جلاس 5، وتأتي بمعدل تحديث 90 هرتز، ومدمج في هذه الشاشة مستشعر بصمة الأصبع سريعة الاستجابة. بزاوية الشاشة وفي مكان صغير جدا تأتي كاميرا السيلفي. الكاميرا الأمامية بالجهاز تأتي 32 ميجا بكسل، تدعم الزاوية الواسعة بمجال رؤية 90 درجة وبفتحة عدسة 2.4 ومستشعر من سوني، تعطي نتائج ممتازة وتعطي إضاءة أكثر بنسبة 60%، وتمنح صور سيلفي رائعة بالذات مع وضع البورتريه مهما كانت ظروف الإضاءة المحيطة. وفيها ميزة أيضا إنها تحدد الوجوه وتتحول تلقائيا إلى زاوية أوسع عند وجود عدد أشخاص أكثر بالصورة. هذه الكاميرا قادرة على تسجيل الفيديو بجودة 1080 بمعدل 30 إطار بالثانية وتدعم تثبيت الفيديو. أما من الخلف فيأتي بكاميرا ثلاثية مع مستشعر من سوني، الأساسية 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة 1.8 و8 ميجا بكسل للزاوية الواسعة للغاية بمجال رؤية 118.9 درجة بفتحة عدسة 2.2، كذلك عدسة 2 ميجا بكسل للماكرو. هذه الكاميرا تدعم التصوير الليلي والبورتريه وتعطي صور عالية الدقة، وتدعم تسجيل الفيديو بجودة 4K بمعدل 30 إطار بالثانية، وتدعم وضع الفيديو المزدوج، ومن خلال تطبيق سلوب تقدر تمنتج وتصنع فيديوهات من خلال عدة قوالب بكل سهولة. هذه الكاميرا يا إخوان مدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظام كاميرا فلاكشيب بورتريه، ويقوم تلقائيا بتشغيل لايف HDR والترا نايت فيديو، بحيث عند تسجيل الفيديو تكون النتيجة واضحة ومشرقة بغض النظر عن الإضاءة المحيطة سواء كانت شمس أو غيرها. أما وضع البورتريه فيحتوي على 25 نمط وقابل للتعديل مثل الكاميرات الاحترافية DSLR، ويدعم البورتريه كذلك في تسجيل الفيديوهات جدا مميز. كذلك وضع البورتريه الملون أيضا شيء مميز وجميل، كذلك ميزة التتبع للكائن أثناء التسجيل. أحد نقاط القوة يا شباب بالجهاز هي البطارية، واللي تأتي بسعة 4500 ملي أمبير، واللي يميزها هي قوة الشحن فائق السرعة 65 واط. 5 دقائق شحن يعطيك 4 ساعات مشاهدة، يعني استخدام الجهاز كمشاهدة. في 31 دقيقة تقدر تشحن الجهاز بالكامل. جهاز أوبو رينو 7 برو مزود بمعالج من ميديا تيك، وهو الدايمنستي 1200 ماكس، معالج 8 نواة وبمعمارية 6 نانو، وداعم بكل تأكيد لل 5G، ومزود بذاكرة عشوائية 12 جيجا رام من نوع LPDDR4X، ومساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت
من نوع الـ UFS 3.1 ولا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية. كذلك داعم للبلوتوث 5.2 ويدعم الواي فاي 6 بالترددين 2.4 و5 جيجا هيرت، وبكل تأكيد يدعم تقنية الـ NFC، ويأتي بنظام أندرويد 11 ويدعم خدمات جوجل بالكامل، ويأتي بأحدث واجهات أوبو وهي الكولر OS 12 والمليئة بالمميزات مثل زيادة الرام حتى 7 جيجا ليصبح 19 جيجا رام، وهذا بكل تأكيد بيكون على حساب مساحة التخزين. كذلك عندنا الشريط الجانبي لإضافة تطبيقات للوصول السريع، أيضا تكسيم الشاشة لعرض تطبيقين بنفس الوقت، كذلك النوافذ المرنة واللي هي تشغل تطبيق عائم على الشاشة بنافذة صغيرة، وأيضا ميزة قفل التطبيقات بالبصمة، كذلك إخفاء أي تطبيق، وأيضا تكرار التطبيقات الداعمة، بالإضافة إلى ميزة الخزانة الخاصة لحفظ صور وفيديوهات وملفات بداخلها وتقفلها بالبصمة، وأخيرا تطبيق سلوب وهو تطبيق مونتاج وتعديل وتأثيرات للفيديو والصور، مليان قوالب وأشياء متنوعة. تتميز أجهزة أوبو دائما بمميزات كثير زي خفة الوزن ناحية التصميم، كذلك الكاميرات دائما يتفوق بالكاميرا الأمامية وبتسجيل الفيديو من الكاميرا الخلفية فائق الثبات، وهذه المرة في هذا الجهاز جاءت بمميزات عدة. وأخيرا الجهاز متوفر يا أخوان بسعر 2799 ريال سعودي، فلو أنت مهتم باقتناء هذا الجهاز رابط الشراء بترك لك هو بصندوق الوصف أسفل الفيديو. بكذا أكون وصلت معاكم بنهاية الفيديو، إن شاء الله أكون أفدتك ولو بمعلومة بسيطة. يعطيكم ألف عافية، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة. في أمان الله.